معنا عبر الهاتف نائب رئيس تحرير جريدة الرياض هاني وفا. أستاذ هاني أهلا بك معنا. بداية تعليقكم على كلمة الوزير الجبير التي ألقاها في البرلمان الأوروبي والتي أكد فيها أن إيران تسعى للتدخل في شؤون الدول من خلال الطائفية. وبالتأكيد يعني الوزير الجبير في كلمته أمام الاتحاد الأوروبي أعتقد أنه هو أوضح موقف المملكة تجاه العديد من القضايا خاصة الملف الإيراني، كما نعرف أن إيران هي سبب القلاقل والمشاكل في العالم العربي، محاولة منها في فرض هيمنتها على دول عربية من خلال التحزب مع جماعات هناك. للأسف أنها سارت في الفلك الإيراني بعيدة عن المصالح أوطانها. فبالتالي كلمة الوزير الجبير أكيد هي أوضحت أمام الاتحاد الأوروبي موقف المملكة من مختلف القضايا، سواء من إيران، سواء من اليمن، سوريا، حتى دول الساحل وانتقال داعش إلى هناك. فأعتقد أنها هي كلمة توضيحية إلى الاتحاد الأوروبي حتى يكونوا أكثر فهماً عند التعامل مع هذه القضايا، وعرض وجهة النظر السعودية والموقف السعودي أمام يعني واحد من الاتحادات العالمية. الجبير قال إن المملكة يعني لديها علاقات استراتيجية وتاريخية كذلك مع العديد من الدول الأوروبية. كيف تصفون هذه العلاقات التي تحرص المملكة دائما على تكثيفها؟ وبالتأكيد هناك في حرص متبادل بين المملكة وتلك الدول على تطوير وتنمية العلاقات. نحن نعرف أن علاقات المملكة مع معظم دول العالم هي علاقات جيدة ومتميزة، بالعكس يعني هناك في نمو ومضطرد لهذه العلاقات، كون هذه الدول ترى في تعامل المملكة تعامل مثالي من أجل المصالح المشتركة. فبالتالي دائما سواء دول الاتحاد الأوروبي أو حتى الدول في القارات الأخرى أعتقد أنها حريصة على علاقات جيدة ومتميزة مع المملكة، وحريصة أيضا على تطوير هذه العلاقات، وهذا يعني موجود من خلال العديد من الدلائل الماضية والحاضرة والمستقبلية. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف نائب رئيس تحرير جريدة الرياض هاني وفا، أشكرك جزيل الشكر.